أسعد الله صباحكم متابعينا في المملكة العربية السعودية. إليكم نشرة الأحوال الجوية المتوقعة لهذا اليوم. بشكل عام تبدأ الكتلة الهوائية الباردة المسيطرة على المملكة خلال الأيام الماضية بالرحيل التدريجي نحو الشمال، مما سيسمح بحدوث ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة. أما نهار هذا اليوم فيتوقع أن يكون الطقس بوجه عام معتدلا في ساعات النهار، يبقى باردا في ساعات الليل القادمة، ولكن بالأخص في المناطق الشمالية من المملكة ومنطقة الحدود الشمالية التي تبقى بها درجات حرارة حول الصفر المئوي، وبما يسمح بتشكل وحدوث الانجماد والجليد في تلك المناطق، بينما باقي مناطق المملكة تتحسن بها درجات الحرارة سواء نهار هذا اليوم أو الليلة القادمة. اليوم في العاصمة الرياض 21 درجة مئوية في ساعات النهار مع أجواء غالبا صافية والطقس معتدل بشكل عام. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة، والتي سنبدأها شمالا من منطقة سكاكا، متوقع أن تسجل حوالي 17 درجة مئوية في ساعات النهار، لكن الصغرى الليلة القادمة 5 درجات مئوية. 13 درجة عرعر، 20 إلى 7 درجات مئوية في تبوك. غرب المملكة في مكة المكرمة 33 إلى 20، جدة 31 إلى 22، المدينة المنورة 28 إلى 16، وفي الطائف من 24 إلى 13 درجة مئوية. في المناطق الجنوبية الغربية في أبها 21 إلى 10، الباحة 18 إلى 13، وفي جزائر من 28 إلى 25 درجة مئوية. في المناطق الشرقية من 21 إلى 7 في الإحساء، في الدمام من 21 إلى 10، وفي حفر الباطن من 17 درجة مئوية في ساعة النهار والصغرى 6 درجات مئوية. ختام هذه الجولة في المناطق الوسطى، في الرياض 21 إلى 11، في بريدة 21 إلى 9، وفي حائل من 22 إلى 8 درجات مئوية. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم، دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.